صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من قام من نوم ليل وأراد أن يتوضأ من غير إناء، فهل يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يبدأ الوضوء؟ نعم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا واجب. نعم.